السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم موديل اللي شفتوه معايا، اللي شفتوه في اول الفيديو في الصورة، واللي كان مطلوب بزاف في فيسبوك، في الجروبات كيسولوا على هذا الموديل هذا بزاف، وكذلك كاين بعض الموديلات اللي صيفطوهم ليا اللي كانوا شافوهم يمكن شي فيديو وبغاوهم. ان شاء الله كنوعدكم انني ننزلهم لكم ان شاء الله، يعني اخر ما كاين في القنادر ولا البيجامات. حتى الموديلات اللي كنت نزلت انا في بعض يعني الفيديو اللي عرضت لكم جوج ديال الاجزاء، ومازال غادي نزيد ان شاء الله. نحط لكم موديلات اللي من الاعمال ديالي، وكانوا عجبكم بزاف الموديلات صراحه وبغيتوهم، ان شاء الله انا غادي ننزلهم لكم. حتى شي حاجه ما نسيتها، غير صبروا عليا شي شويه، لان كتعرفوا بزاف يعني ما بين الخدمه واليوتيوب والوليدات والدار وكعارفين. نبداو على بركه الله، سمحوا لي لا طولت عليكم. انا ديجا كنت صراحه بديت كنصور، وفي الاخر بغيت نقص من قيت المساحه ديال الفيديوهات عمرات ليا، بغيت نقص وصدقت حيدت فيديو اللي فيه داكشي ديال الصاله. دابا المهم غادي نعاود معكم نشرح لكم شنو كاين، لان ها هو كتشوفوا معايا البطرون قطعته. معليش دابا غادي نشرح لكم اللي كاين بالنسبه لهذا الموديل. شحال كتحتاجوا فيه ديال الثوب؟ كتحتاجوا من 3 متر حتى 3.5، على حسب نتوما واش بغيتوا لكم طويل ولا بغيتوه فحال اللي كاين في الموديل. هو تقريبا راه فحال فحال، لان في كلا الحالتين هو راه لكم مضوبل، يعني في جوج ديال القطعات. شنو اللي غادي تحتاجوا بالنسبه للمقاسات؟ يعني عادي المقاس اللي كتحتاجوه، الكورساج المعتاد اللي كنرسموا به، يعني كنفصلوا به الكورساج ديالكم، اي كورساج عندكم. بالنسبه للطريقه على حسب، حيت كاين اللي كياخذ كيخدم ب يعني التركيز كتخدموا دوره يعني ربع الصدر، كاين اللي كينزل به. المهم كل واحد كيفاش كياخذ. طريقتي انا كناخذ المنتصف، يعني المنتصف ديال الكتف، النص ديالو زائد واحد سنتيم هو اللي كنزل به من البدايه ديال الكتف حتى لهنا، هو اللي كيعطيني التركيز، وهذا وهو اللي كنخدم به كذلك حتى التركيز. ملي كنزل بديك 3 سنتيم هو اللي كيعطيني التركيز. وضروري خصني نشرح لكم على الورقه، لان هنا الباترون تقطع. غادي نعاود لكم هنايا شنو درت. هذا الفطر اللي كيبان مزيان. اذا شنو درت؟ خديت الباترون ديالنا عادي، حطيت هنايا 8 سنتيم في دوره العنق، 8 سنتيم، ما خصني نزيد نقرب لكم اكثر، 8 سنتيم في دوره العنق اللي مثلا هي هذه 8 سنتيم، ونزلت هذه بالنسبه للخلف نزلت بجوج سنتيم، الامام نزلت ب 15 سنتيم من هنا لهنا 15، ودخلت ب 8 ولقيت هاد المستطيل هذا، يعني هنايا 15، يعني دورة الرقبة ديال الأمام 15 سنتيم، الخلف جوج سنتيم باش نزلت رسمت التقويرة ديالي. حطيت المنتصف ديال الكتف، منتصف من البداية ديال الباترون حتى المثل لهنا، ونزلت بثلاثة سنتيم، وصلت النقطة لهنا. خديت هاد المسافة ديال الكتف اللي هي المنتصف ديال الكتف، عندي 20 زائد واحد هي 21، ونزلت بها من هاد الشيه هادي. حطيت الربع ديال الصدر ديالي، ربع الصدر زائد 3 سنتيم، حيت انا كناخذ السنتيم مضبوط، كناخذ السنتيم مزير، يعني السنتيم كناخذو مزير، ما كيكونش انا سنتيم كامل تقطع لي، السنتيم كناخذو مزير ما كناخذوش مرخوف. صافي رسمت التقويره ديالي عادي، الامام دخلت فيه بواحد ونص اولا دخلوا بجوج سنتيم اللي بغيتو، هكذا رسمتو. حطيت كذلك الحزام، يعني الكورساج عادي كترسموه، حزام خط الوراك، يعني نفس الطريقه ديال الصدر، ربع الصدر زائد 3 سنتيم، الحزام ربع الحزام زائد 3 سنتيم، ربع الوراك زائد 3 سنتيم، طريقه يعني اللي كنرسموها عادي، الكورساج عادي ما كاين شي تغيير. كنجي لهنا للجهه ديال الصدر ونوضع واحد الخط، هذا الخط ديال الصدر، هذا الخط اللي كتشوفوا معايا، غادي نطلع بواحد سنتيم كذلك من هذه الجهه واحد سنتيم، ونلاقي النقط بهذا الشكل هذا،
بحيث ان القصه غادي تكون يعني ملي نقطع الباترون غادي نقطع من هاد الجهه، ما غاديش نقص الباترون، ما غاديش تقطع منها، غادي تقطع من هاد المكان هذا 1 سنتيم. نتمنى يكون واضح. حيدت الخلف حتى كنفصلو على الثوب طبيعة الحال، يعني كنقطع الثوب، كنقطع الباترون ما كنقطعش من هذا المكان، كنقطع من هنا بهذا الشكل هذا. دابا غادي نشرح لكم على الباترون كبير. هذا هو الباترون اللي رسمت، هذه هي 15 سنتيم هي كتشوفوها معايا اللي نزلت بها بالنسبه للامام. الخلف 2 سنتيم، بالنسبه للرقبه 8 سنتيم، حتى هنا كذلك 8 سنتيم، يعني الكول مربع. هذه هي سنتيم اللي طلعت بها، هي هذه، وقطعت عادي يعني التركيز ديالي هو هذا. هذه هي 25 سنتيم اللي عندي في الربع زائد 3 سنتيم، عندي 23 في ربع الحزام زائد 3 سنتيم هي، حتى كنحط الربع عاد كنزيد عليه. كذلك في الجهه ديال الورك هي هذه، وبالنسبه لاسفل الموديل، اسفل الكورساج او الباترون، بالنسبه للاسفل حطيت عندي في الطول 1.40 سنتيم. انا علاش وريت لكم الطول؟ لان واحد السيده طرحت عليا واحد السؤال، قالت لي هاد الطريقه اللي كتفصل بها الموديل، غادي نوريكم شنو الطريقه اللي عندكم هي اللي غنفصلوا بها دابا ان شاء الله. واش ممكن انني لزت في الثوب خديت اكثر من 3 متر، واش ممكن انني يخرج لي الموديل بهذه الطريقه اللي غادي نقول لكم دابا؟ مستحيل يخرج لك بهذيك الطريقه، يعني شكون اللي غادي يقدر تخرج لها الموديل بديك الطريقه؟ هذه هاد الطريقه اللي هضرت لي عليها السيده، يعني مثلا 3 متر ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا شحال ما كان في الطول، العرض هو اللي كيتحكم لينا في الطول ديال الموديل، لان احنا معروف عندنا في المغرب بزاف ان العرض ديال في الرولو غالبا ما كيكون فيه، يعني وهذه قليل بزاف فين تلقاو 2 متر وما كايناش باش تلقاو في العرض ديالو 2 متر. فهنا الا لقيتو 2 متر في العرض نقول لك ممكن غادي يخرج لك بهذه الطريقه ديال المثلث اللي كنديرو حنايا، هاد الفصاله هذه اللي كنديروها شكل مثلث. نتمنى يكون واضح اللي كنديروا لحنا هكذا وكنفصلوا يعني بهذا الشكل هذا، الفصاله بهذا الشكل باش تخرج لك، مستحيل الا ما كانش ان الثوب فيه 2 متر في العرض. نتمنى يكون واضح. بالنسبه وغالبا ما كيكون هاد 2 متر كتكون في الاثواب اللي كتكون مثلا ديال الخيط وقليله بزاف ما تلقاوهاش، ان شاء الله غادي ننزل لكم فيديو يكون خاص فيه بعض الانواع ديال الكلوش، يعني باش تقدروا تخرجوا هذيك الطريقه اللي بغيتو نتوما. خلينا في الموضوع ديالنا، سمحوا لي الا طولت عليكم، انا غير الا تفكرت شي حاجه كنحاول نفيدكم. بالنسبه للعرض ديال اسفل الموديل فيه 45 سنتيم، ومازال غادي نستافد من الثوب غادي نزيد فيه. انا ديجا قطعته ولكن غير نشرح لكم على ثوب اخر، لكن اللي غنخيطو غنخيطو هذا الزرق هذا اللي فيه الابيض. استغفر الله العلي العظيم. شفتوا معايا الطول انه 1.40 سنتيم، وزدت عليها 2 سنتيم، يعني عندي دابا 1.42 سنتيم. نتمنى يكون واضح. هذا بالنسبه للباترون. بالنسبه للثوب كيفاش طويتو؟ طويتو على 2 بهذا الشكل هذا، وعاود طويتو بهذه الطريقه هكذا. نتمنى يكون واضح. دابا دوزو معايا نوريكم كيفاش حطيتو في الارض وكيفاش نزلت باش نخرج به هذا الشكل هذا. بالنسبه للطريقه اللي حطيت بها الثوب هي هذه، كتلاحظوا معايا ان هنايا هذا القنت هذا خارج، يعني الثوب ما غاديش يكفى، ما غاديش يكون كافي. عندي ثوب اخر ان شاء الله غنوري لكم عليه بان فيه اكثر من متر ونص في العرض، هو ان شاء الله نوريكم في انواع ديال الكلوش. شوفوا معايا هنا في الاسفل، هنا ما كيكونش مقاد، الجهه مطويه مقادش يعني هالحد ديال هاد القطعه. لو كان مثلا هذه مازال زايده طويله نقدر نستغل هاد المسافه، هاد المساحه هذه اللي غتبقى ليا ديال العرض. هذا الاسفل ديال الموديل ديال كورساج او الباترون، غادي نشوفوا شحال كيعطيكم. انا هذا ماشي، هذا ماشي الثوب اللي غادي نقطع دابا، ديجا فصلته، انا غير كنوريكم على هاد
القماش هذا. وبالنسبه للنوع ديال القماش ممكن تستعملوا اي ثوب عندكم في هذا الموديل هذا، اي ثوب بغيتوا تفصلوا فيه هذا الموديل ممكن. شحال غادي تستغلوا هذه المساحه اللي تبقى لكم؟ يعني ما شاء الله حتى 55 حتى 56، يعني 56 سنتيم اللي كتشوفوا معايا هي 56. وغادي نربط النقاط نمشي كنمشي بالسنتيم حتى الحزام. هنا اللي بغى يزيد الكلوش، اللي بغى يزيد اتساع، ممكن انكم سمحوا لي غير قبلوا على هاد التصوير كيتضبب لي التليفون. هنا ممكن تاخذوا هذا هو الحزام، هذا الحزام وهذا الصدر. ممكن انكم تزيدوا الكلوش من الجهه ديال الحزام وتمشيو بها حتى الاسفل الموديل، يعني تمشيو بها حتى الجهه اللي قلنا غادي تزيدوا فيها الاتساع هذا. وممكن كذلك انكم تزيدوا ابتداء من هاد الجهه وتمشيو بالكلوش على حسب اللي بغيتوا. بغيتوا تاخذوا غير من هنا بحال الشكل اللي كاين في الموديل، يعني واحد شويه من هاد الجهه وتمشيو، والموديل راه فيه الحزام اللي كيتربط في الخلف ماشي في الامام، هو ما باينش ولكن فيه الحزام. بالنسبه لهاد القطعه هذه، هاد القطعه هذه غادي نخرجها من ديك الجهه اللي كتكون صغيره، نفصلها هنايا كنخرجوا الاكمام. هاد القطعه اللي كتكون شويه كبيره كنخرجوا منها الكمام، يعني كنسميو اربعه ديال القطع اللي كيعطونا. القطعه اللي كتجي في الاسفل تحت ديال الكم حتى المرفق، والقطعه اللي كتجي فوق منها تقريبا حتى الجهه ديال الذراع، يعني اعرض منطقه في الذراع حتى لتما. بالنسبه لهذه اللي كتبقى ليا في الاسفل كنخرج فيها هاد القطعه هذه اللي كتبقى ليا، كنخرج منها الامام والخلف، كتخرجوا منها الامام والخلف. بالنسبه لهاد القطعه هذه، هذه ما غاديش تخرج ليا انا، هاد القطعه هذه ما غاديش تعطيني، ما تخرجليش الامام والخلف. غادي نستغلها في التبطين، التبطين ديال الامام والخلف. هنايا ضروري نزيدو واحد سنتيم، هنا نزيد واحد سنتيم من هاد الجهه هادي، كنزيد واحد سنتيم ديال الخياطه وكنمشي بها حتى النهايه ديال الباترون، باش ملي كيتخيط ما كيضيعش لينا التركيز ديالنا. نتمنى يكون وصلتكم الفكره. بالنسبه كذلك حتى هاد القطعه هادي ملي كنحطها على الثوب ضروري تزيدوا واحد سنتيم، ضروري ما تزيدوا من هنا واحد سنتيم، وهاد القطعه كذلك كتزيدوا لها واحد سنتيم. نتمنى يكون واضح. بالنسبه لهاد اللي بقى لي انا هاد القطعه ديال الكورساج، انا حتى فصلت الخلف هو الاول وحيدته، من بعد حطيت هاد القطعه رجعتها للمكان ديالها وفصلت الامام. كتشوفوا معايا 15 سنتيم اللي فيها ديال الطول، والعرض 8 سنتيم، كذلك حتى في جهه الرقبه 8 سنتيم. بالنسبه للتركيز ديال الامام دخلت فيه بواحد ونص، كنت دخلت بجوج سنتيم، كتشوفوا العلامه هي مازال هنا، من بعد انا حسبت غير واحد ونص اللي خرجت بها اللي دخلت في التركيز. نتمنى يكون واضح. ندوز دابا نوريكم بالنسبه شحال تحتاجوا ديال الخيط المطاطي والطريقه ديال الخياطه. هذا القطعه ديال الخلف هي هذه، هذا هو الخلف، وهذا التبطين ديالو كيف قلت لكم انا وريتكم على ثوب اخر يعني لون مختلف، وهذا هو الموديل اللي غادي نخدم لكم عليه، لان هذاك غير شرحت لكم عليه فقط، حيت كنت كنصور كيف قلت لكم وحذفت الفيديوهات اللي كنت سجلت باش كنجمعوهم، راه اللي كيخدم في هادشي ديال اليوتيوب غادي يفهمني المقاطع باش كيتجمعوا. بانت لي المساحه كتعطيني بان راه عامره وبغيت ننقص وصدقت مسحت كلشي. سمحوا لي كنعاود نفس الهضره. هذا هو الخلف، هذا الامام، نتمنى يا ربي ما ننسيش شي حاجه. هذا هو الامام وهذا التبطين ديالو، هذا التبطين ديال الامام، التبطين كيكون النص ديال الكتف، لاحظتوا معايا النص ديال الكتف من هنايا، النص ديال الكتف. وفي هذه المسافه هذه خصها تكون تقريبا يعني فيها 8 سنتيم ولا 10 على حسب، بالنسبه للجزء السفلي يعني التبطين ديال الامام. وهذا بالنسبه للخيط المطاطي شحال غادي تحتاجوا، كناخذوا حيت انا ديجا هذا قطعته، يعني خديت القياس اللي بغيت. كيفاش كناخذوا؟ كنحط
الخيط المطاطي تقريبا بواحد سنتيم خارج على هذا المكان هذا اللي كتلاحظوا معايا، يعني واحد سنتيم تقريبا. كنحط الصباع ديالي بهذا الشكل هذا وكنجبد لاستيك هكذا او الخيط المطاطي، وكنعاود نطلقه كيعطيني الشكل القياس اللي بغيت انايا، يعني القياس اللي انا محتاجه ليه فقط. ها هو شفتوا معايا، هذا هو اللي خصني انا محتاجه فيه، هو اللي قطعت. نتمنى يكون واضح. تكلمنا على هذا الشيء كامل، شنو اللي بقى لينا لكم؟ تبطين ديال الامام بالنسبه لكم هو هذا. كنعتذر لان هذا الفيديو والله تعصبت شويه، ولكن الحمد لله ما عندي ما ندير، انا تمسح ليا كل شيء كتكون صعيبه، ولكن لله عين الله. المهم هذا هو لكم، انا راه كتلاحظوا معايا هذا لكم ديال اليمين واليسار. هنايا راه جوج كاينين، جوج قطع اليمين واليسار، فق هادشي اللي كاين. والقطعه اللي كتجي فوق من هذا لكم هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني كناخذوا المقاس. كيفاش كناخذوه؟ كناخذوا الكم الاول اللي كيجي في الاسفل، كناخذوا من العظم ديال الكتف حتى المرفق لهنايا، حتى المرفق بهذا الشكل هذا. وتقدروا تزيدوا على المرفق، ندوز هذه الجهه هذه، يعني كناخذوا من هذا المكان حتى المرفق ديالنا. واللي بغاتوا لكم طويل ديروا طويل، المهم انا كنتكلم لكم على الموديل فقط. انا لقيت هنايا عبرت من البدايه حتى هنا، لقيت عندي 30 سنتيم، استغفر الله، 30 سنتيم وزدت عليها 3 سنتيم. واحد سنتيم كيكون هنايا كيمشي لنا في الخياطه ديال الكتف، وجوج سنتيم كتكون ديال الطيه او التنيه ولا لوغلي ولا الكفافه اللي كتكون عندنا في الكم هنايا، اللي كنحتاجو كنديروها في هنايا في الكم. بالنسبه للكم كيفاش رسمته غادي نوري لكم على الورق. هذا الكم الثاني حتى هو فيه جوج ديال الاكمام، فيه جوج قطع كتشوفوا معايا، جوج اللي كيجي بهذا الشكل هذا. كيجي على هذا الشكل هذا، نفس القيمه ديال الوسع، نفس القيمه اللي عندي هنايا هي اللي خصها تكون هنايا، نفس القيمه بالنسبه للتركيز يكون نفس القياس، يعني مقاس واحد بالنسبه للتركيز. طريقتي انا في الكم كيفاش كناخذو، الطريقه ديالكم باش نبين لكم. عندي هنايا كنحط منتصف ديال الكتف، المنتصف كنوضع علامه، كناخذ هاد المسافه منتصف عندي ديال الكتف، عندي 20 سنتيم زدت عليها واحد هي 21 سنتيم. هنا عندي 21 اللي كتكون في الكتف هي اللي حطيت في الجهه ديال الكم، يعني هذا راس الكم، ماشي راس الكم اللي كيكون هنا، راس الكم يعني في جهه التركيز. كنطوي السنتيم ديالي على زوج بهذا الشكل هذا، طويته على اثنان، وكنشوف هاد القيمه شحال عندي. عندي انا لقيت 10.5، هذيك 10.5 هي اللي كنزل بها في هاد الجهه هادي، 10.5 نوضع علامه. كنحسب هاد القيمه، لقيت عندي 26، لان هاد المسافه مني كنزلو كتعطينا اكثر، يعني باش نعبروا بهذا الشكل هذا كتعطينا اكثر. خديت هاد المسافه هادي ديال الكات ديالكم هي هادي، وكنحسب 4 سنتيم من هنا لهنا. كناخذ هاد المسافه هادي كنقسمها على 2، وناخذ كذلك هاد المنتصف ونقسمه على 2، وناخذ كذلك هاد الجهه ونقسمها على 2. الا جاتكم صعيبه غير عاودوا الفيديو، انا هادشي كنوريه بالنسبه للمبتدئين. هنا كنحسب 4 سنتيم، كنجيب هاد النقطه هادي من الجهه 4 سنتيم، كنمشي بها للمنتصف. نتمنى يكون واضح. هنا كنطلع بواحد سنتيم، بعد عفوا ما وريتكم، هنا كنطلع بواحد سنتيم في الجهه اللي فيها 4 سنتيم، وهنا كنزل بواحد سنتيم، وكناخذ النقط ديالي كنلاقيهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. صافي، نتمنى يكون واضح.
صافي. بالنسبة لهنايا انا قلت لكم درت هنا 26 في العرض ديال الكم، يعني في العرض ديال الكم هاد اللي كتكون هنايا درت 26، نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. درت 26 سنتيم، جاتني بهذا الشكل هذا، ولقيت النقط ديالي مع بعضياتهم. نتمنى يكون واضح. ملي كنقطعوا الكم ديالنا راه كيجينا على هذا الشكل هذا. هذا نفس القطعه ديال الورق، الكم ديالنا كيجينا على هذا الشكل، يعني كيجي بهذا مقوس. كنقطعوا واحد كيكون طويل اللي هو هذا، شوفوا شحال درت فيه، درت فيه ها البدايه ديالو ها النهايه، درت فيه هنايا 33. كيف قلت لكم انا عندي 30 سنتيم فقط، يعني حتى للجهه ديال المرفق 30 سنتيم، زدت عليها 3 سنتيم، هي 33 سنتيم. وهذه القطعه هذه نتوما كل واحد غادي يدير له المقاس ديالو، هذه معروفه، يعني كل وحده تاخذ القياس ديالها. هذا درت فيه 24 سنتيم، يعني كتضربوا الحساب ديال حق الكفافه اللي غادي التنيه او الطيه، وكذلك الخياطه اللي غتكون من جهه الكتف. هذا هو الشكل ديال الكم اللي هو هذا، ها كيفاش كيجينا الكم، كيجي هكذا مقوس. نتمنى يكون واضح شنو اللي ما شرحتش لكم. المهم هضرنا على كل شيء، ندوزو دابا للطريقه ديال الخياطه. نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه ولا نسيت شي حاجه، كتبوها لي في التعليق ونعاود نشرح لكم، ماشي مشكل. نبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذو هاد الكم، هما جوج القطعات، كاينه القطعه الاولى اللي كتشوفوا معايا هي هذه، يعني القطعه اللي كبيره، وكنديروا فوق منها هذه اللي صغيره. لكن طريقه ديال الخياطه ديالي كيفاش غادي نخيطوها تبعوا معايا. غناخذ هذه الصغيره هذه لهذا الشكل هذا ونغلقها. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وما تنساوش اخواتي وانتم قابطين التليفون دابا نيت، ضغطوا على الال، ديروا لي لايك باش هكذا تشجعوا هذه القناه هذه، عرفتي راه كتمشي بحال السلاح فراوال. ما كاينش لايك ما كنلقاش ولا شي تعليق، ديروا لي لايك. واللي باقي ما اشتركش كنرحب بكم، مرحبا بكم، ديروا لي يعني اشتركوا في القناه باش ملي ننزل شي فيديو ان شاء الله يوصلكم. مازال ان شاء الله غادي ننزل فيديوهات، يعني شي حاجه اللي مهمين، باقي شي حاجه اللي من واحد الموديل من التصميم ديالي ان شاء الله يا ربي. الخيط هذا لكم، هذا هو الاول، هذا الجهه اللي صغيره، ونغلق كذلك هذا الجهه اللي صغيره الكبيره، يعني الكم الكبير اللي كيجي في الاسفل. غادي نلاقيهم جوج، كناخذ هذا الصغير والكبير. شنو غادي ندير؟ خيطتهم وقلبتهم دابا، انا قلبت الكم بهذا الشكل. دابا غادي ناخذ هذا بهذا الشكل، لاحظوا معايا، ناخذ هذا الكم، هذا الكبير، كم الكبير، وهذا القطعه اللي كتجي فوق منه. شنو غادي ندير؟ ندخل هذه في وسط هذه. ديجا انا وضعت علامه ها هي، وناخذ الخياطه مع الخياطه ديالكم بهذه الطريقه هذه، بهذا الشكل هذا. بسم الله، هذه العلامه اللي وضعت منتصف ديالكم هي هذه، كنسدو بهذا الشيء بهذا الشكل هذا. هذا الشكل الكم ديالنا. نحاول نوصلو ليكم، شوفو كامل
كيجي على هذا الشكل هذا. وانا نسيت وخليت، لكن لا هي هذيك. غادي دابا ندير هاد الكفافه لهاد القطعه الصغيره وكذلك حتى الكبيره. هنا غادي نثني على الحد ديال السرجي بطبيعه الحال هاد الشكل هذا. كملت دابا لوغلي ديال القطعه الصغيره اللي هو هذا، وندوزو دابا القطعه الكبيره ديالكم. كيف كتلاحظوا معايا هما كاينين جوج اللي كيجيو على هذا الشكل هذا. نفس الطريقه لاحظوا معايا انا كملت دابا، كملت هذا الكم هذا اللي كتلاحظوا معايا، هذه الكم هذا كملته. وندوز الكم الاخر حتى نكمل الكم الثاني. هنا كتلاحظوا معايا هما اربعه ديال القطعات. نفس الطريقه هذا الكم الكبير وهذا الصغير، نفس الطريقه نفس الطريقه اللي خدمت بها هذا اللون. غادي نستمر حتى نكمل هذا الكم وندوزو للطريقه ديال الخيط المطاطي في الجهه الامام. كناخذ هذا التبطين ديال الخلف بهذا الشكل هذا، تم الخلف هو الاول. نخيط واحد سنتيم وحنا كنخيطو ما نجبدوش الثوب، يعني كنخلي الثوب على الراحه ديالو كيمشي هذا الشكل هذا. ومن بعد نثبت هذه القطعه مع هذه بهذا الشكل هذا. نفس الطريقه بالنسبه لهاد الجهه هذه يعني. سلينا الخلف ديالنا هو هذا، ندوزو دابا للامام. الامام كنجيب هذه القطعه هذه كل مربع، هنخيط هذا التبطين مع القطعه الاماميه ونرجع معكم. فاش تكونوا كتخيطوا بالنسبه للمبتدئات ما تجبدوش الثوب عندكم، ديما نخلي الثوب على الراحه ديالو باش ملي كنقلبو ما كيجيناش الكول مجبد. وهاد الاماكن ضروري نضعو فيهم واحد الكران بهذا الشكل حتى فهاد الجهه هادي. ودابا من بعد ما ساليت الامام غادي نقلب هاد التبطين بهذا الشكل هذا. وقبل ما نخيط ديك واحد سنتيم غادي نوريكم الطريقه ديال الخيط المطاطي. هذا التبطين وهذه القطعه ديال الامام. دابا غادي ناخذ هذا التبطين هو هذا هكذا بهذا الشكل هذا. ناخذ الخيط المطاطي ديالي بهذه الطريقه هذه ونحط بهذا الشكل، نثبته واحد الفنيته لا بينجل بهذه الطريقه هذه. نجيب هذه الثانيه ونثبتها كذلك نفس الطريقه بهذا الشكل هذا. ناخذ هذه الجهه هي الاولى بالخياطة ونجي للجهة الثانية بطريقة سهلة بزاف. الجهة الثانية هنا ما كنحطش، يعني ما كنحطش على الحرف، هنا كنخلي تقريبا واحد سنتيم خارج، واحد سنتيم هاد الشكل هذا.
كنحطش هنا، كنحط هنا بهالطريقة هذه. باش من يكون خيط، من نقلب الثوب او القماش ما يكونش عندي مشكل، يعني نخيط وانا مرتاحه بالطريقه هذه. بسم الله. ثبت انا جوج جهات، ونقلب قلبت صبطي اللي عندي بهذه الطريقه هذه. طبعا نخدم وانا مرتاحه هكذا على الوجه. حنا تصبطين بقى هذا الامام ديالنا وهذا تصبطين، نخدم بهذا الشكل هذا. كي بغات دير الفيزلين باش يجيها الكول يبقى يعني يبقى في شنو نقولوا يعني كيف ما في الصنه كيبقى يعني ما كيتجبدش الثوب، كيبقى في المستوى اللي في الصنه هذه. نحاول نقاد الثوب ديالي لاحظوا معايا، غادي نجي على هذاك سنتيم اللي خرجت ديال الخيط المطاط بهذه الطريقه هذه، ونظر هنا كناخذ لاستيك او الخيط المطاطي بهذا الشكل هذا، كنجبد اللي عندي وما كنخيطش في الخيط، ما كنخيطش فوق منه، كنخيط في الجنب ديالو. صافي هنايا من بعد ما كملت الرقبة الامام، غادي نجي في الوسط ديال هاد الخيط المطاطي بهاد الطريقة هادي، ندير لايطمون بهاد الشكل. كنمشي في الوسط ديال الخيط المطاطي بهاد الطريقة، وهذا الشريط غادي نزين به هنايا في الامام. هنا اللي ما بغاتش دير هذه الخياطه اللي في الوسط ما ديروهاش، ماشي بالضروره. ناخذ هذا اللي غادي نزين به، نتني مره الاولى ونعاود المره الثانيه بهذا الشكل هذا، ونطوي على زوج هكذا. هذا اللي غادي نشكل به ديك البابيون باش نزينو به. شوفوا معايا هاد الشكل هذا، كناخذوا هذا الشريط هو اللي غادي نشكلوا به داك البابيون. اما كاين هذه الطريقه هذه اللي بغات ديرها هكذا، كنحاولوا نقادوها بيدينا حتى كيعطينا الشكل اللي بغينا. كاين عده طرق، المهم ماشي ضروري ان يعني الشكل اللي بغيتوا تزينوا به ممكن تزينوا به. صافي كنثبتوها بالخياطه. دابا غادي نخيطو الامام مع الخلف بهذا الشكل هذا، نحطو الخلف هو الاول، من بعد فوق منه لهاد الجهه هاد القطعه الاماميه. دابا كنجيبو هاد القطعه اللي القطعه السفليه اللي فيها واحد شويه ديال التركيز، وهذا هو ما نفس الشكل القطعه السفليه، يعني جوج نفس الشكل ما كاينش شي فرق بيناتهم.
ناخذ هذه ديال الامام بهذا الشكل هذا، نطفق منا هذه وكنخيطوا 1 سنتيم ديالنا عادي. هنا وضعت علامه، هنا كذلك علامه منتصف ديال الموديل. نفس الطريقه بالنسبه للجهه الخلف، هذه القطعه ديال الخلف هي هذه، نحطها فوق من هاد القطعه السفليه وصافي وغادي نخيط. هنا كناخذوا هذا التركيز وهذا التركيز، هذه القطعه اللي لصقنا مع بعضياتهم. هنا طويت على 4 وخديت الباترون اللي فصلت به وضعت علامه ديال الحزام، مكان الحزام بهذا الشكل هذا. تاخذوا الباترون ديالكم المكان ديال الحزام، انا غادي نقلبو شنو هي الطريقه. هذه مكان ديال الحزام، يعني وضعتها هكذا على هذا القياس هذا بهذا الشكل صافي، وكنوضع واحد العلامه باش يكون فيها الحزام. بالنسبه للحزام انا غادي نديرو غير صغير ولكن كافي، بالشكل بغيتو ماشي مشكل، خا يكون رقيق ماشي مشكل. هذا الحزام غادي نخيطو ونرجع معكم. ناخذ الحزام ديالي ونوضعو في هذه العلامه هذه باش منين نخيط كيبقى لداخل. هادشي كنوريه بالنسبه للمبتدئات اللي ما عارفينش. ونخيط جوانب هذا الحزام، هذا غادي يدخل لداخل بهذا الشكل هذا، يعني هكذا، ونخيط هذا تركيز وهذا التركيز. هذا الخياطة ديالي عادي. ودابا تمنا الموديل ديالنا غادي نلصقو بقاو لينا لكم، هو اللي باقي لينا فقط صافي، نوريكم الشكل النهائي. هذا هو التركيز اللي كتشوفوا معايا، ها هو التركيز ديالنا. غادي نجيب هاد العلامة هادي، هذا الوجه ديالكم، وغادي نحطو بهذه الطريقه هذه. هذه الجهه الخياطه ديال الكتف، نحط هذه العلامه هذه ديال المنتصف ديالكم مع هذا المكان هذا، او يمكن لكم تبداو كذلك، ممكن ان تاخذوا لكم وندخلوه في الوسط ديال البياسه بهذا الشكل هذا. مشيو من جهه الخياطه بهذه الطريقه هذه، ناخذوا خياطه مع الخياطه، نحطوا الخياطه عند الخياطه بهذا الشكل هذا. هكذا ونخيطوا الكم ديالنا عادي. ها هو بسم الله، نكمل هذا الكم ونلصق لكم الثاني ونوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي، نقرب ليه باش تشوفوه مزيان. نتمنى يعجبكم الموديل وتعجبكم الطريقه ديال الشرح ديالي. هذا هو الشكل ديال الموديل، كل ما كان الطول اقل كل ما كانت الكلوش اكثر، يعني كل ما كان يعني ما كانش الطول كل ما كيكون ديك الكلوش في الاسفل كتكون كثيره. هذا هو الشكل ديال الموديل ديالنا، نحيد ليه الحزام. هذا الحزام اللي بغا يديرو، لما بغيتوش ديروه ماشي ضروري، ممكن انكم تستغنوا عليه. موديل صراحة رائع كيجي، هذا الشكل ديالو، هذا شكلكم. كيجيو جوج قطعات، هذا هو الشكل ديالو. نتمنى يعجبكم الموديل، وإلا عجبكم ما تنسوش انكم تضغطوا على زر لايك، واللي باقي ما تابوناش فلاشين ديالي مرحبا تابونوا فلاشين باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. كنشكركم بزاف على المتابعه وبسلام عليكم.